لا أصدقائي، انطلقت صافرة البداية، بداية هذا اللقاء، الأهلي وفرقه وجها لوجه في ختام الجولة رقم 28 من بطولة الدوري المصري. رابعا مبروك نبيل، ويبقى محمود عاشور ومساعده أسامة السيد حكاما للفار. محمود حمادة بيعمل تمريرة قوية جدا جدا عند شكري نجيب. إن شاء الله نتفرج على مباراة حلوة، مباراة ممتعة، الفرقتين عندهم دوافع قوية، ودي كورة عرضية على القائم الثاني، كنترول ومحاولة لإيجاد مساحة وتسديدة، تسديدة وفرصة أولى. مواليد 2003، لكن جملة اتحضرت حلو في ظهر المرة دي علي معلول، واحدة والتانية ولكن بتخبط وتغير اتجاهها. اتلعبت على طول ركنية على القائم الثاني، ودي لمسة راسية خطيرة من رامي صبري. الثلاث لاعبين قلوب جيلين اهداف، سواء رامي او مودي او عبد الله بكري، دايما بيحدثوا الفرق واستمرار نزيف النقاط. احمد مودي تمرير وتحضير، استلام حلو المره دي من البحراوي، بيعمل تمريره للامام شريف مره ثانيه، لكن جيسلي سكري فاتح له اللاعب انكادا، جيفيرسون انكادا، عدى اللاعب الدولي وبيلعب كرة عرضية حلوة، كرة عرضية حلوة لكن عدت مرت ما قدرش يركبها اللقطة اللي فاتت ديت شريف، ودي كرة مرة تانية وإبعاد وضغط، ضغط من الفريق السكندري، سنة أولى دوري مصري ممتاز، فريق فاركو، قدم من أيمن أشرف، اتلعبت على طول على القائم الأول، ودي لمسة خطيرة وفرصة، فرصة كرة مقوسة فيها مكر وفيها في اللقطة اللي فاتت، وركنية أولى اتلعبت على طول، تمريرة دبل باس في الجبهة اليسرى، مرة تانية علي معلول بيوسع ويلعب كورة تهيئة، ودي تسديدة ولكن فين؟ تهيئة وتسديدة والتحام قوي كامل العدد، وبيني وبينكو مستشفى الأهلي بقت أقوى من الأهلي. آدي الفرصة الخطيرة، الفرصة اللي عدت واخترقت، لكن صبحي عينه وتركيز جديد، وهنشوف بنفس الفكر ونفس التنفيذ، المرة دي لمسة لكن إبعاد وتسديدة قوية بالدوران لكن بجوار القائم، ولقائين للنادي الأهلي. أدي الكورة ومطالبة بلمسة يد على أيمن أشرف، لكن التسديد، التسديد كان من شكري نجيب. موقف فاركو بمزيد من الأهداف، أدي الجماهير، الجماهير العظيمة، الجماهير الوفية، الأهلي لازال مستمر. لويس ميكيسوني تقدم للأمام، يزقها مع حسام ويعمل دبل باص، عايز يعدي من عبد الله بكري، لكن غابة وعدد كبير جدا جدا من اللاعبين، ودي كرة عرضية لكن إبعاد، وادي مرة تانية ديانج عايز يعمل زي ما عمل في فاركو، 62% الأهلي مقابل 38 فاركو، ادي محاولة من شريف عايز يعدي وخدمته الكرة ولكن تغطية واعية جدا جدا، دي كرة للأمام خطير مزعج في منتهى لسه صعب جدا جدا ان انت تقول احكم عليه، موضوع صعب. ادي الكرة انكادا، ياسر يقطع، ترجع لسكري، عمل تمريرة، ودي مثلث صغير، عدى شكري نجيب يا ولد، وتسديدة ولكن فين؟ موقف صعب لكن مثلث، في إشارة باستمرار اللعب، 4-3، أدي كرة أمامية وتحرك حلو ومحاولة للاختراق ولكن إبعاد من أيمن أشرف، مرة تانية حمادة رجله مميزة في التسديد ولكن التسديدة بعيدة، ثنائي الأمامي، أدي الاختراقات، وأدي اللاعب اللي بقول لحضراتكم خطير جدا جدا، اتنين بيلعبوا في الجبهة اليسرى سواء سكاري أو جيفيرسون إنكادا، أدي جيفيرسون إنكادا، عزمي غومة، المرة دي محمد مجدي قفشة، محمد هاني ضغط متقدم لكن غومة هدخل ب رجلين الاثنين، واعتقد الغندور هيبقى فيه عقوبة إدارية اللي أبرمتها وأبرمها مسؤولي فاركو. جمهور النادي الأهلي
الذي لم يتوقف عن الهتاف. بقول لحضراتكم جمهور عظيم مبتكر في طبع حسام. اتلعبت على القائم الثاني لكن صبحي بالبوكس في المكان والزمان. زياد طارق مرة تانية بيعمل كنترول لكن ضغط قوي جدا جدا من لاعبي فاركو، وفي الأخير خطأ ضربة حرة مباشرة. لعيبة فاركو بتعترض على أحمد الغندور، وفي كارت أيضا للاعتراض للاعب كاري، لعيب نيجيري لعيب قوي، واحد من الثلاثي ثلاثي وسط الملعب. أصبحت الفرق الصاعدة حديثا محاولة للتنظيم، تتلعب على طول الركنية، كرة في القلب، ودي مرة تانية لمسات ومطالبات بلمسة يد، لكن أحمد الغندور ركلتي جزاء. أدي الكرة وأدي الاصطدام بأيمن أشرف، هنشوف اللقطة مرة تانية. خبطت في إيده، خبطت في إيده، لكن عند إليو ديانج من ينقل اللعب بسرعة إلى نص الملعب. هو ده السؤال. أدي إليو ديانج المرة دي ميكيسوني، هل يستغل المساحة؟ كرة عرضية، ولكن فين يا راجل العرضية؟ دي هدية، دي هدية لمحمد صبحي. كان مكسر الدنيا في سيمبا ومع منتخب أحمد مودي. الكرة الأمامية مرة تانية عند عزمي غومة. شكري نجيب لحمادة. الكرة المتسقطة على القائم الثاني. مرة تانية شريف، لكن إبعاد، ومرة تانية التحامات ودخول على بعض من ثلاثي جدا جدا من لعيبة كبار بيخطئوا في التحضير. أدي كرة أمامية عند عزمي غومة مرة تانية، ولكن تدخل 10 على 10 إمكانياته. أدي تمريرة خطأ المرة دي عند زياد. مرة تانية محمد هاني تقدم للأمام، ودي كرة عرضية، ودي مرة تانية إبعاد، لكن السكند بول فين؟ متأخر وارتد. أدي علي معلول منتظر تقدم الأطوال. اتلعبت الكرة على القائم الأول لكن إبعاد. المرة دي قفشة بعرض الملعب عند زياد. زياد بالقدم اليمنى راحت، راحت في اتجاه المرمى، قلشة منه، قلشة منه، لكن صبحي 10 على 10. عبد الله بكري السكند بول عند بحراوي. وبالفعل أصدقائي في هذه الأثناء أحمد الغندور بيزدل الستار على منتصف القصة ومنتصف الحدين. والكابتن أحمد حسن بشكركم شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم من جديد أصدقائي بهذه اللقطات الجميلة، أجمل ما في أحداث الشوط الأول. جماهير النادي الأهلي اللي احتشدت بالأعداد المسموح بها في ملعب الأهلي والسلام، لكن شوط في حوار الأهلي وفاركو ومسك ختام الجولة 28. محمد هاني في أول لقطة في الشوط الثاني، لويس ميكيسوني لم تجد المردود. أدي كرة عرضية وفرصة كبيرة أهلوية، لكن لخبطة جديدة ما بين رامي وحضراتكم. اتعملت منخفضة، منخفضة الارتفاع، نظرا لأن الأطوال في مصلحة مدافعي فاركو. عملت أزمة زي ما في كرة في الشوط الأول عاد في روح تعلى النسبة. بتلعب الركنية ودي راسية خطيرة جدا جدا من رامي. رامي 30 هدف في رحلته مع إنبي، دايما مصدر خطورة لفاركو. كرة متسقطة في القلب، لمسة على القائم الأول خطيرة جدا جدا، ودي كرة ولكن فين يا راجل؟ حطها بعيدة تماما تماما للاعيبة النادي الأهلي جدا لأنه عنده أطوال. أدي مش قادر النادي الأهلي يخرج بشكل جيد، ودي تسديدة أرضية بيأمنها، بيأمنها الشناوي. أدي كرة متسددة أي حاجة لكن بيطلعها عبد الله. عدى كينجسلي سكري 1 وسط 3، عدى وفات. يضطر رامي ربيعه ان هو يعمل خطا من بدري لان الراجل لف وسط العرب. كان تعادل سلبي يوم 30/7 اخر او يعملوا استريتش للملعب، لكن الكوره القطريه العرضيه على طول ابعاد. مره تانية السكند بول موجود عند منعم، ودي كوره عرضيه، ودي راسيه،
هذه راسية من بيرسي تاو من برايتون في أول لقطة، وعرضية حلوة من معلول، لكن الراسية بعيدة تماما عن المقص اليمين. ادي التدخل، وادي يا ساتر علي معلول بيلعب على طول ركنية، ودي لمسة راسية قوية من رامي صبري. فعاد فاركو لعبت على طول لبيرسي تاو، بيرسي تاو تسديدة ولكن بعيدة تماما. بيت سليمان، ودايما الرمادي اكتر من القميص الاحمر. ادي عدى المرة دي تاو، عدى تاو، هو ده اللي محتاجه لعيبة النادي الاهلي، انه يبقى عندهم الجرأة ان انت تعدي طالما في موقف رجل على رجل. ادي كرة مرة تانية، ودي تاو جول 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 جول. عملها تاو بعد غياب طويل جدا. عايزة 6 حراس مرمى، لكن تاو هو اللي أحدث الفارق وبيسجل هدف مهم جدا. ادي التمريرة من ميكيسوني لتاو على طول، اللقطة المضيئة، ويتحدث المارد الأحمر بأول المفردات. 1-0، فك شفرة اللقاء. الجنوب إفريقي بيرسي تاو ويسجل الهدف السادس. بيرسي تاو له مع النادي الأهلي هذا الموسم. 1-0، اتحرر اللقاء أخيرا بعد 70 دقيقة، وآدي الفرحة الكبيرة جدا. هدف، آدي الكرة، هل عبد الله بكري مغطي؟ حرمنا من أنسك ليه؟ ضربة حرة غير مباشرة، تسلل، وعدنا من جديد إلى التعادل السلبي. هدف أبيض، مش محتاج إنه يطلع. آدي الكرة، وآدي القرار، والخطوط فيها. علي معلول بيلعب كرة على حدود 5.5 متر، لكن إبعاد كالمعتاد. آدي اللقطات والتدخلات الجيدة من صبحي، رغم إنه ما عندوش طول كبير، لكن مميز في حوارات الفضاء. وآدي اللقطات، وآدي حسام صاحب القميص رقم 9، نجوم كبيرة جدا، وهدافين كبار كانوا بيلبسوا 9. آدي التسديدة ربما الوحيدة. علي معلول، إبعاد من رامي، لكن تدخل على طول ميكيسوني. كان في قدم مرتفعة. آدي الكرة والالتحام القوي جدا من اللاعب اللي لسه نازل، عماد، قدم مرتفعة وأمر باستمرار اللعب. وقلت آدي القدم المرتفعة، فيها إهمال وفيها تهور، لكن هنشوف القرار. قدم مرتفعة بشكل مبالغ فيه في اللقطة اللي فاتت ديت، لكن هنشوف القرار. ده لسه نازل. هنشوف أحمد الغندور، كارت أحمر، طرد مباشر للاعب اللي لسه نازل، اللاعب محمود عماد، هارد لاك، لسه نازل، مشاركة رقم 12 لعماد، لكن ده لسه نازل. حالة الطرد الأولى، هنستأنف اللقاء، وفاركو هيلعب الثلاث دقايق او الدقيقتين ب10 لاعبين. ادي كرة مرة تانية، لكن في التحام وصدام وخطأ لمصلحة. مرة تانية عبد المنعم بعرض الملعب، حصار والبحث عن ثغرة. ادي كرة وكنترول وتسديد بالدوران من محمد محمود، بحث عن حلول، البحث
عن التقدم. محمد عبد المنعم، علي معلول هل يلعب عرضية؟ عايز يعدي مرة تانية، ودي كرة عرضية ولكن بتخبط بتخبط وتتحول إلى خارج الرئة والمتنفس. أدي كرة عند ميكيسوني، هيعمل إيه؟ يرجع لعلي معلول. العرضية قوية جدا جدا لكن لسه داخل المستطيل، ودي كرة مرة تانية من ربيعة لكن إبعاد 10 على 10 من عبد الله، ودي كرة ولكن بتطول بتطول اللقاء. أدي كرة مرة تانية، محمد محمود بيعلي ويصعبها على نفسه ويرتكب خطأ لمصلحة فاركو والمقاولين العرب، ومتعادل حتى الآن مع فاركو وفقد نقاط كتيرة أبعدته عن القمة. كل ده صحيح لكن النغمة الدايرة على السوشيال ميديا، الأهلي وقع، الحق يا جدع يا محمود يا حسين، الأهلي وقع. وأدارة اهتزت وشعر الجميع بذلك ورصدها إرهاق، بدأ يبقى واضح. أدي الكرة الأمامية، بيضغط مرة تانية ديانج، حط جسمه 10 على 10 ومرة تانية تمرير. أدي ميكيسوني عمل ترقيصة وعايز يسدد، وأدي تسديدة ولكن القائد مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. الصحة لكابتننا الكبير كابتن ميمي الشربيني لما قال جنرال توفيق، جنرال التوفيق خلى فيه تسلل في كورة تاو، علشان كده بنقول حاجات كتير في الكورة، لكن اللقطة الأهم واللقطة الأبرز أصدقائي في هذه الأثناء لحظة إسدال الستار من أحمد الغندور على هذه القصة وهذا الحوار، الحوار اللي مثلما بدأ مثلما انتهى، مثلما بدأنا مثلما انتهينا بدون انتصار.